سي يوسف، ياغ انكور جافي 20 ans. اش تعني لك ال 20 سنه وعلاش وتوا اللي عمره 20 ماهوش فايق بالنعمه اللي هو فيها؟ سؤال ميتافيزيقي، انا عمري 24 24 العمر كله يا ربي 24 كل 20 نشوف فيها واحد من اولادي، عندي اربع اولاد بارك الله ربي فضلهم. الواحد اللي جاء عام كذا عام كذا عام كذا كلهم فارقين بالعشرينات. الحقيقه ما نجمتش نفهم اللي انا وليت شايب، ما نجمتش. ساعات نقول يا ولدي عامل عقلك، ما تنجمش تجري كذا، ما تنجمش تشكل فلانه صغيره عليك او شو اسمه، ما نجمتش ما نجمتش. أنا قلت في حضور أستاذتي، قلت بالطبيعة ما عادش عمرها 20، ما حتى التلميذة ما عادش عمرها 20، وأكثر من مرتين العشرين كما قلت داليدا كحد يعنيها وقتها عندها دو فوا 18 أما أنا توا أكثر برشا من دو فوا 18. هالعمر قداش يتعدى فيسا، قداش هالأيام عندها قيمة وبريسيوز، هالأيامات اللي نعيشوا فيها ما احنا كينا هكا نحرقوا فيها حرقان، لاهين برشا حاجات ومش لاهين بحد شيء بالليسونسييل. نعطيك انت والمستمعين والاولاد اللي قاعدين بحذانا توا والبنات الوصفه لا ريسيت نتاع هال انعدام الاقتناع باللي انا 80 سنه هكا. بارك الله بارك الله. منين جايه؟ جايه من تفهم لموقف فلسفي نتاع ليزيبيكوريان الابيقوريين. ايش يقول؟ جملة يقول انا الموت ما عندهاش معنى لانه كان هي موجودة انا مش موجود، وكان انا موجود هي مش موجودة. ما يتلقاوش دو توت فاسون. برافو. بالنسبة لي الموت مش موجودة، بكل كان جات انا مش موجود، لا نحس لا شيء.